رايحة فين يا ست الكل؟ رايحة فين؟ ازيك؟ ازيك؟ عارفة الدكتور مبروك عطية؟ الدكتور مبروك عطية معانا؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ انت رايحة فين نوصلك؟ كل لحظة والله ما بقصر. يلا 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 يلا. شايلة ايه؟ نورتيني. تعالي نتكلم بقى، قولي لي شايلة ايه؟ الله يعينك. الله يعينك يا رب. ازيك يا ست الكل؟ الله يعينك. انت مبضعة؟ جايبة لحمة. رب الهنا والشفا. جايبة لحمة. للبيت ها؟ ايوه فعلا. بسرعة كده قبل ما نبدأ الكلام. احنا بنعمل فقرة التاكسي بتاعتنا في رمضان بتشريف الدكتور مبروك معانا، بدل ما يبقى معانا في الاستوديو بيبقى موجود معانا في التاكسي، نتكلم مع الناس ونعرف احوالهم. اتفرجت على البرنامج. شفتي البرنامج؟ بس الزياده فيه الرهيبه بقى المره دي ان الدكتور مبروك هو اللي منورنا بمناسبه شهر رمضان. طبعا دي ده شرف ليا والله. وانا مبسوط انك لابسه الكمامه. احنا عندنا الكمامه دي قانون في التاكسي. طبعا طبعا. خلاص ربنا يحفظك. وهنستاذنك ان احنا ايه؟ نذيع الحلقه؟ الفقره؟ طبعا طبعا. نتصور نبرة صوتها الهادية دي بتقول لنا مخلفة بنات. لا ما عنديش بنات، انا عندي خالد. عندها نفسها بنت او حاجة. كانت نفسي بنت بس الحقيقة ما فيش نصيب يعني. وسميتي خالد؟ على اسم مين؟ انت ولا باباه اللي سمى؟ لا احنا كنا متفقين احنا الاثنين. يا رب يا حلاوة الاتفاق، يا حلاوة يا جمال الاتفاق في كل حاجة والله. الحمد لله. ربنا يبعدنا عن الخلافات والخلافات. اشتغل يا ست كل؟ انا مدرسة. مدرسة؟ مدرسة ايه بقى؟ مدرسة دراسات. دراسات اجتماعية. الله. واخبار الاونلاين ايه؟ تمام الحمد لله. ها؟ تمام. بتسجلي العيال يعني؟ لا والله انا بشرح في الفصل بس كده دلوقتي، لاني في حضور في المدرسة. كويس. بيحضر عيال كتير ولا ما بيحضرش؟ لا مش كتير الحقيقة. مش كتير بيحضر. لا يا ربنا يزيح الغمة. يا رب. لما بتشوفي الدكتور مبروك معانا في الاستوديو، مش نفسك تسأليه على حاجة تفتحي معاه موضوع تناقشيه فيه؟ كتير والله. طب يلا اهو الدكتور مبروك معانا. ايوه خدمها. ربنا يخليك يا دكتور. والله يا سيدتي. والله يعني هو بيبقى ساعتها ساعة البرنامج بيبقى فيه اسئله كتير في دماغي الواحد. دلوقتي كل الاسئله راحت. كله بيطير. واول ما هتنزلي هتقولي انا كنت عايز اساله على مش عارف ايه وايه، صح؟ رمضان اخباره معاك ايه بقى؟ الحمد لله تمام. صعب؟ لا والله الحمد لله متيسر خالص يعني. ها؟ متيسر خالص رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها. الحمد لله الحمد لله. حد بيشتري لحمه بالليل كده؟ كنت على طول الاسنان. وانا راجعه جايبه. قلتي تعملي كم مشوار بقى؟ بالظبط كده. وخالد كم سنه؟ 22. نعم يا اختي؟ 22. بسم الله. اللي كانت امه 22 ما يبانش عليك. ام 44. ربنا يدي النهار الابيض. ربنا يدي النهار الابيض. الله يتم عليك نعمته يا رب يخليك وتفضلي بصحتك وعافيتك بحق جاه النبي. واللي يشوفي كنت عندك 88 يديك ال 25. اتخرج خالد في ثالثة تجارة يا حبيبي، وابتدى ينبر على بنوتة وانت تقول له لا لسه بدري لما تخرج. انا اللي بتحايل عليه دلوقتي هو اللي يا اختي بجد. والله يا دكتور عايزة تشبطيه. نفسي والله. مع بنت اختك لازم. لا خالص والله. امال ايه بقى بتستعجلي على ايه؟ نفسي اشوف ولاده عايزة يا اختي. هو وحيد فنفسي اشوف ولاده. يا حبيبتي ربنا يفرحك بيه يا رب. ربنا يخليك. اهم حاجه ان هو يبقى ناجح في حياته ويكون مخلص دراسه وياخد اللي هو نفسه فيها بعد ما يستشيرنا ونلاقي رايه على صواب في الاساسيات. يعني اوعي تقولي مثلا دي جايبها من مستوى معرفش ايه ولا جايبها زرقاء. انت ليكي شروط في عروسه ابنك؟ والله انا عايزاها طيبه مش عايزه اكتر من كده. بس هو ده اهم حاجه. وهو عفريت وانت مدلعاه؟ لا خالص ولا ده هو راجل يعني قوي يعني. يعني بيحب ان الطيبه زي كده ولا يقول لك طيبه ايه انا عايز بنت روشه و... لا خالص لا هو بيقول انا عايزها كويسه عشان ولادي يطلعوا كويسين. بس هو راجل فاهم. لسه كنا بنتناقش في الموضوع ده. ده ايه الواد العاقل ده؟ وبتتناقش ده الموضوع مفتوح يعني. ده ايه الواد العاقل ده؟ وباباها معاكوا ولا بابا مسافر؟ لا هو منفصلين. ايه؟ منفصلين. منفصلين. يعني انت قاعده مع خالد؟ بالظبط كده. الله هو أكبر. راجل البيت بقى. طبعا. الله ما شاء الله. هو كل حاجه، راجل البيت وصاحبي واخويا وابني وكل حاجه. بسم الله ما شاء الله ربنا يديم عليكي نعمته ويحفظه لك دايما وكل سوء. بقالك فتره في الانفصال ولا لسه بدري؟ لا 8 سنين. 8 سنين. خلاص يعني تعودته. لا خالص يا دكتور الحمد لله. هو كل شيء نصيب الحمد لله. عشان خالد يعني وكده. لا والله الحمد لله كده. انت مستريحه للقرار ولا استعجلتي؟ لا خالص ده والله خالص. انت اللي طلبتي ولا اللي اتفقنا برضو؟ لا انا اللي طلبت. بس انت اللي طلبتي. طب من غير تفاصيل اهم عنوان ايه؟
يا عم سبب بس عنوان مش تفاصيل. طب دي هتتصورها؟ ايه؟ فانت بصي اللي انت عايزه تقوليه قولي اللي انت مش عايزه تقوليه. طبعا ده عادي جدا. انا بسال انت عارفان مدام بتتابعاني يبقى عارفه اسلوبي. انا ماليش سكتين. انا عارفه. فانا بقول انا مهتم بالدراسات الاجتماعيه جدا وبقول ان الدين ده جاي يصلح المجتمع ويخليه يعيش حياه زي الفل والا ما كانش قال الطلاق. ما الناس لما طلقت بس هي مش زي ما انت قلت انه في الاخر الطلاق بيبقى علاج ساعات. لا بالظبط زي ما حضرتك قلت طبعا ولا يموتوا بعض يعني ولا يموتوا من الحسره وكده. بس هي 8 سنين وما اتجوزتش ولازم اسالها ليه. لا عشان انا عندي خالد مش هينفع ان انا اتجوز اولا. يعني انا كنت حابه ان انا ابقى انا يعني حرم ابي ليه. ما ينفعش ان هو يروح عند بابا يبقى ضيف عند تمام. عند زوج بابا. انت عرفت اقول له اتجوز اهو. هو عشان اتجوز. وايه اللي عرفها؟ لا هو اتجوز عليا فعشان كده. يعني قبل الانفصال. بس هي قالت نقطة مهمة قوي يا دكتور. ايوه هي قالت ايه؟ قالت ما يروحش هناك يبقى ضيف على صحيح مرات باباه ولا يجي عندي وما يروحش عندها يبقى ضيف عند جوز مامته يبقى دي بيته بتاعه. راحته يعيش براحته ما يبقاش. لا هو انت ما عندكيش رغبه للجواز. لو عندك كنت هتتجوزي حتى لو ايه وحبيبي. لا خلاص الحمد لله. انت ما عندكيش الرغبه لسبب واحد بقى انا اللي عارفه اللي هو اسمحي لي مش بدجل. انا بدجلش. لا اتفضل. لان انا هاخد من الكلمه اللي انت قلتها لي اول ما ركبت ونورتينا. احنا كنا متفقين على اسم خالد. فعلا. فدي انا اشم منها انك انت عشقتي ابو خالد عشق لحد عشقه قبلك ولحد عشقه بعدك وبالتالي لما تنيل على عينه قلت اطلق. لان الواحد لو ما بيحبش شغل الشرقة. ايه؟ كله تمام؟ بالظبط. طيب. ولا انا غلطان؟ لا خالص. النبي. لا والله خالص. ما اقولي بقى يا استاذ شريف حبيت يعني ايه يعني الطلاق دوت عشان الاحترام يستمر. شفتي بقى؟ والحمد لله هو مستمر. يعني برضه دي حلول كلها الست بتتكلم كلها حلول ناضجه. الحمد لله. امال ايه؟ عشان يعني كده ربنا مبارك لها في بلاد. يعني كل هذا الحب وبص بره يبقى انا معقول. يعني اتفقنا حتى على مالك بس. يعني احنا اتفقنا حتى على اسم اللي جاي. طيب. وقلنا هنسميه خلود وما اختلفناش. وانتوا بلدكوا اصلها ايه يا ام خالد؟ شهد المنوفيه. يا دي النهار رابع على سيدي شيب. المنوفيه النهارده هي اللي سايقه سيدي شيب. المنوفيه هي الاغلبيه النهارده. نفس المدينه ولا عشمه ولا عمروس ولا لا جنب سيدي شيب بالظبط يعني. لا يعني الشهداء نفسها. الشهداء نفسها دي مركز مدينه. بالظبط. انا من هنا والله. انا بيني وبين العراقيه 2 كيلو. طب خلي الماسك على اخيرك يا صاحبي. انا من هناك يا اختي. من بلدكم. ده احنا بلديات اهو. طب الحمد لله. وابو خالد من هناك؟ لا من اسيوط. اهو كده بقى. اهو كده عشان انا كنت هزعل بقى. طب ما انا هقول لك على على حاجه بقى بدل ما احنا طلعنا بلديات. اتفضل. هو ايه اللي خلاه يتنيل؟ انا بسميها كده مش بتريق يعني. انا بدلعها كده. ايه اللي خلاه يتجوز؟ والله او قال لك ايه؟ مش لاقي. هو ما قاليش. هو كان ليه علاقه بزميله ليه يعني وابتديت احس طبعا ان في علاقه بينهم. ففتره طويله يعني قعدت فتره طويله لحد ما اتاكدت ومن بعدها قررت بقى الانفصال. بس ما طلقتش على طول. يعني قعدت فتره لحد ما سرعناش لا لحد ما انا ما استقررت عشان اعرف ابقى واقفه على تاخدي قرارك يعني. السؤال بقى اللي يرضي ربنا. اللي يرضي ربنا بس ده هيبقى اخر سؤال واخر اجابه. واللي ما يتجوزش ما يتجوزش. بس سؤال يرضي ربنا. ما قصر هو في حق خالد ماديا ولا بقول له عين ابوك يا اخويا تاخدها؟ لا والله هو بيحبه جدا. بس اهم حاجه وبيديله. بس سيبك من الحب دي ما لا واقف معاه وقفه كبيره يعني. ما الله يكرمه. الله يكرمه. دلوقتي انت هتروحي لخالد ان شاء الله. هتفتحي الباب والزملاء هياخدوا رقم تليفونك يقول لك احنا هنزل الفقره امتى وهتركبي التاكسي توصلي لخالد. بس تاخدي دي تقولي له الدكتور مبروك عطيه وام بي سي مصر بيقولوا لك كل سنه وانت طيب يا خالد. حضرتك طيب ميرسي قوي. معلش هنبقى مش يعني شايلين عليك كتير. بس الزملاء هيحطوا لك كل حاجه كلها في التاكسي زي ما هي. شكرا لك. ربنا يخليك يا ام خالد. نورتينا وكل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. ربنا يخليك ويبارك لك. استني ما انا اقول لك كتير. على مهل. نورتينا على مهل. والهي ربنا يكرمك وتشوفي ولاده ولاد ولاده يا رب. ان شاء